السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نقوم بعملية تحليل التباين الأحادي. الفكرة من تحليل التباين الأحادي هو اختبار الفروق بين متوسط أو متوسطات عدة فئات أو مستويات لمتغير مستقل وتأثيرها بالمتغير التابع. مثلا اختبار 3 طرق أو 4 طرق للتدريس في عملية تحصيل الطالب في مادة معينة، أو بمعنى آخر، هل هناك اختلاف بين تحصيل الطلبة حسب طريقة التدريس؟ حتى نطبق هذا الاختبار لابد أن توفر لدينا هذه الشروط. أول شيء، يجب أن تكون البيانات تتوزع طبيعيا أو اعتداليا. ثانيا، العينات تكون مسحوبة بشكل عشوائي. ثلاثة، أكو تجانس بين العينات المسحوبة. أربعة، العينات مستقلة عن بعضها البعض. خامسا، على الأقل أن تكون وحدة القياس هي رتبية أو كمية لكي نقوم بعملية الاختبار. وعادة ما يتم صياغة الفرضية أنه الفرضية الصفرية تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المجتمعات، والفرضية البديلة هي هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المجتمعات أو بين متوسطين منهم على الأقل. سوف نأخذ هذا المثال. المثال يقول: قامت إدارة شؤون العاملين في إحدى الشركات بإجراء دراسة عن طرق حساب الرواتب في قسم المبيعات. الآن سوف نقوم بإدخال البيانات لكي نعرف ما هي هذه البيانات. نذهب إلى Variable View ونقوم بتصميم المتغيرات. أولا، لدينا عمود الرواتب، عندنا 15 موظف، وهؤلاء 15 موظف تم حساب قيمة المبيعات لكل موظف حسب طريقة الدخل. الطريقة الأولى سوف نرمز لها بواحد، والطريقة الثانية 2، والطريقة الثالثة 3. كل موظف في قسم الرواتب هناك شخص يأخذ فقط راتب وسوف ينعوض عنه برقم 1، وهناك موظف يأخذ عمولة فقط وسوف يتم التعويض عنه برقم 2، وهناك موظف يأخذ راتب وعمولة على المبيعات سوف نعوض عنه برقم 3. هنا نكتب متغير حساب الدخل، سوف أرمز له ب Q1، ولا نحتاج مراتب عشرية. هنا نكتب ما معنى Q1، معناها طرق حساب الدخل. وهنا الطريقة هي متغيرات كمية لأنه سوف نعوض عنها بأرقام. وهنا نكتب متغير آخر هو الإي، ونعبر عنه ب قيمة المبيعات لكل موظف. طيب، وهذه أيضا سكر. هناك لدينا أكثر من إجابة، هناك لدينا 3 طرق، فنقوم بتعريفها هنا في متغير في حقل الفاليو. 1 للرواتب، الموظف الذي يأخذ راتب فقط، و2 للموظف الذي يأخذ عمولة فقط، و3 للي يأخذ راتب وعمولة. ثم نضغط OK ونعود إلى شاشة الداتا فيو ونقوم بتعبئة البيانات. الموظف الأول
حسب الطريقة الأولى، والموظف الثاني حسب الطريقة الأولى، والموظف الثالث أيضا حسب الطريقة الأولى، والموظف الرابع حسب الطريقة الأولى، والموظف الخامس أيضا حسب الطريقة الأولى، الموظف السادس حسب الطريقة الثانية، والموظف السابع حسب الطريقة الثانية، والموظف الثامن حسب الطريقة الثانية، وهكذا لبقية الموظفين. عفوا 15 موظف فقط. هنا نكتب قيمة المبيعات لكل موظف. الموظف الأول قام ببيع كمية ما يقارب 420 ألف، والموظف الآخر 430 ألف، والموظف الآخر 432 ألف، وهكذا لبقية الموظفين. أربعمية وخمستاش، 438، 521. هكذا قمنا بتعبئة البيانات. العمود الأول هو عمود طرق حساب الدخل لكل موظف، والعمود الثاني قيمة المبيعات لكل موظف. المطلوب دراسة مدى تأثير طريقة حساب الراتب على قيمة المبيعات باستخدام تحليل التباين الأحادي. بكل سهولة نأتي إلى قائمة Analysis، ومن ثم نختار من Compare Means، ومن ثم One Way ANOVA. نضغط على One Way ANOVA فيظهر لدينا هذه النافذة. نقوم بإدخال قيمة المبيعات في Dependent List، في المتغير المعتمد، وطريقة حساب الراتب تدخل في عمود أو عفوا في حقل الفاكتور، ومن ثم نذهب إلى أوكي فتظهر لدينا النتائج. هذا هو شاشة الأوتبوت، وهذه هي طريقة One Way تحليل التباين. نلاحظ جدول الأنوفا، جدول تحليل التباين في Between Groups، هذا ما يهمنا هو الفروق بين المجموعات. هذه Sum of Square، هذه DF Mean Square Error اختبار F، وهذه هي قيمة المعنوية B-Value. نلاحظ هناك مصدرين للاختلاف، هما بين المجموعات وداخل المجموعات. هذه هي بين المجموعات Between Groups، وهذه داخل المجموعات. Between Groups بين المجموعات، و Within Groups داخل المجموعات. طيب نلاحظ أن قيمة المعنوية هي أقل من 0.05%، وقيمة البي فاليو لدينا في هذا الجدول هي 0.5 بالألف، وهي أقل من قيمة مستوى المعنوية. إذن نلاحظ هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين طريقة الدخل أي طريقة الراتب وقيمة المبيعات. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس، نراكم على خير في الدرس القادم.